ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. ناقش الاجتماع توجيهات الرئيس السيسي بخصوص التفتيش على المصانع وتقديم دعم للمصانع المتعثرة عبر المبادرة الرئاسية ابدأ، كما تم الإعلان عن نقل ولاية 5 قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية لإسنادها للمطورين الصناعيين. وأكد الوزير على أهمية تسهيل إجراءات استثمارية وتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات المحلية. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2024، واضحاً أن معدل البطالة بلغ 6.5% من إجمالي قوة العمل، وذلك بانخفاض 2.2% عن الربع السابق. جاء ذلك خلال البيان الصادر من الجهاز حول نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من إبريل إلى يونيو لعام 2024. وذكر الجهاز أن قوة العمل وتشمل المشغلين والمتعاطلين خلال الربع الثاني لعام 2024 بلغت 31,423,000 فرد، موضحا أن تقدير حجم قوة العمل سجل 31,423,000 فرد مقابل 31,397,000 فرد خلال الربع السابق، وذلك بنسبة زيادة مقدارها 1.1%. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بنهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4,400,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2,043,000,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 29,629 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 6,653 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 9,600 نقطة. أما عن أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود، لكن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 99% لتسجل $80.55 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% ليصل إلى $77.83 للبرميل، فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.37% لتصل إلى $0.24 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.9% لتسجل $2.22 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض في يوليو بنسبة 6.1% على أساس سنوي بانخفاض للشهر الرابع، في الوقت الذي يتأثر فيه الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب على الوقود. وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59,600,000 طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13,910,000 برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. تأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14,190,000 برميل يوميا في يونيو و 14,870,000 برميل يوميا في يوليو من عام 2023. We'll be right back.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان وإلهام، إليكما. شكرا لك سارة نجيب.